يا رب يا مسهل يعني نتأهل ليها. احنا ما تأهلناش رسميا لان التأهيل واقف في نص ثلاثة، احنا التأهيل بتاعنا المفروض كان يقف 30/4، بس احنا موقفنا كان لغاية نص ثلاثة كويس قوي. انا وضحى كنا 35 على العالم، ودي حاجة عمرها ما حصلت قبل كده. احنا كنا بنأمل ان احنا ندخل جوه 50، فان احنا نوصل ل 35 ده كان انجاز يعني ما اتعملش قبل كده ولا في العرب ولا في افريقيا. فمفروض ان احنا مكاننا الحمد لله كويس قوي، لان احنا اول افريقيا و 35 على العالم. فلما البطولات بقى تبتدي تاني المفروض هم كانوا ناقص 4 5 بطولات، لو حافظنا بس على المركز ال 35 ده ان شاء الله نتأهل بسهولة. يعني استعداداتنا الحالية هي لبطولة العالم فرق بنات، اول مرة مصر تتأهل لبطولة العالم فرق بنات، يعني ما تأهلناهاش قبل كده. دايما اللي بيتأهلوا كانوا موريشيوس ونيجيريا وجنوب افريقيا. احنا بطوله افريقيا كانت اخر بطوله افريقيه في شهر 2 اللي فات في معموله في مصر. قدرنا ان احنا فريق بنات نطلع اول افريقيا لاول مره في بطولات اللي هي الفرق بنات، وده اهلنا لبطوله العالم فرق بنات اللي كانت المفروض تتعمل في شهر 5 اتاجلت ل 8 وبعدين اتاجلت ل 10. فهي دي اول حاجه بالنسبه لنا المفروض هنلعبها منتخب مصر بنات.